هلا اول ما دخل على المشفى كانت حالته كتير سيئه، يعني كان مضروب عنده الكليه والاطحال وفاجر عنده الكبد. طبعا الكليه استأصلوا له اياها والاطحال استأصلوا له اياها وعنده والكبد فاجر، قولها انه الحمد لله عالجه. ومعه كسر فقره الرابعه بظهره، ومعه حرق بالدرجه الثانيه من وراء الاصابه بالكهرباء، ومعه كسور بايده وكسور براسه، يعني في كثير اصابات. الحمد لله رب العالمين، نطلب من الله انه يسلمه. هلا الزلم اللي كان مستلم سعفوا على المشفى وراح وبعت مصاري عن طريقه واحد اللي هي بقيمه 1000 دولار، بس انه هو املنا بهذا الموضوع انه راح يجيب ورقه تامين، واللي اكتشفناه انه عم يتهرب. يعني هلا هي كيف نطت هيك يعني باول 40 ساعه، يعني نط اول ما سالناهم اول مره قالوا 12000، ثاني يوم طلبنا كشف حساب كان ناطت لل 20000 دولار. نحن من ناشد وزير الصحة في أس أبيض، ومن ناشد الإيادة البيضاء والجمعيات كلياتها، لأنه مبلغ إذا منجمع نحن كلياتنا ما منلم منه 1000. اللي صاير معي أنه خيي كان هون بمنطقة كسروان عم يشتغل هون، فاجى شاب صاحبه عم يقول له انه في معلم طالب معلمين معه يطلعوا يمدوا كابلات انترنت، فاذا فيك تطلع معنا. وخي طلع معه واشتغل معه نهارين كاملين يعني، وباخر النهار الثاني صارت معه حادثه على عمود ضرب بالكهرباء، فالكهرباء كبيته على ارتفاع 7 امتار على العمود، وتقدير الله اجى عزفت يعني وتاذى كثير. نقلوه على اقرب مشفى واللي هي مشفى سيدة لبنان، وهونيك فوتوه على المشفى. هلا الزلم اللي كان مستلم اللي هي الشركه يعني سعفوا على المشفى وراحوا بعت مصاري عن طريقه واحد اللي هي بقيمه 1000 دولار، وقلنا على اساس انه راح يجيب ورقه تامين، ونحن تاملنا بهذا الموضوع، ولكننا قادرين انه مثلا نحاول انه مثلا ندق لحدا من اصحابنا يجيب لنا ورقه تامين نفوتوا عليها، بس انه هو املنا بهذا الموضوع انه راح يجيب ورقه تامين، واللي اكتشفناه انه عم يتهرب ما جاب ورقه تامين. يعني هو دفع ال 1000 دولار على باب المستشفى وقال لك انا رايح اجيب ورقه التامين للمستشفى، وراح وما رجع. راح وما عاد رجع. واللي صار معنا انه احنا نقعد نتواصل معه بيقول لنا ما دخلنا، انا ما عم يشتغل معي، الشاب اللي معي هو اللي جابه، انا ماني ما بعترف فيه. وهلا من ناحيه اسمه للمعلم اللي كان عم يشتغل معه انا بدي اتحفظ على اسمه، على وعسى ان احنا نضل مثلا بيناتنا تواصل، على وعسى انه يقعد يتحرك بهذا الموضوع، يدفع يكون جنبنا، لانه هلا حاليا ما عم يستجيب معنا بالمره. قد المبلغ مبدئيا طالع على اخوك بالمستشفى؟ تقريبا اول ما سالنا تحت ال 40 ساعه يعني كان المبلغ بحدود ال 20000 دولار، اعطونا ورقه رسميه من المشفى. وهلا هذا الحكي كان نهار الاحد، واليوم هو الاصابه نهار الاحد، واليوم نحن طريق نهار الجمعه. رحنا اليوم عملنا كشف حساب المشفى وجبنا تقرير طبي كامل، اليوم المبلغ صار 23000 دولار. يعني هلا هي كيف نطت هيك يعني باول 40 ساعه، يعني نط اول ما سالناهم اول مره قالوا 12000، لما رجعنا طلبنا كشف حساب ثاني يوم، يعني طبعا هون العمليات انتهت عملوها اول نهار، ثاني يوم طلبنا كشف حساب كان ناطت لل 20000 دولار. اليوم رحنا عملنا طلب كشف حساب 20000 دولار. اقول انه طمنونا عن حالته، انه الحمد لله حالته الصحيه عم تتحسن، تجاوز مرحله الخطر، هيك على حسب ما خبرونا هن يعني. هلا هني كانوا مانعونا عن شفته، ما عم نشوفه لهلا، ما شفناه يعني. هلا المفروض هلا بعد صلاه الساعه 5 نحن في عندنا موعد للزياره، طبعا هني كانوا مانعينا لحتى نشوف الاداره. هلا على الاغلب بيسمحوا لنا انه نفوت هلا نراجعنا الاداره يعني. وجبنا اوراق كشف، شفنا ربون طبي عن بالمشفى لحتى نقدمها لجمعيات لا حدا مختص فيها. بما انك ذكرت الجمعيات، توجهتوا الى الامم؟ المشكله هو ما انه مسجل بالامم، هو مقيم هون بمده سنه يعني بلبنان، كان هو بسوريا واجى لهون وما انه مسجل بالامم، والامم عم تدق له قال هو ما انه مسجل عنا ما بنعترف، والمشفى ما انا متعاقد مع الامم يعني مسكر كل الطرق بوجهنا. تواصل معه خيي بس عندنا علم بهالشيء، فصاحب العمل اللي كان عم يشتغل معه خيي عم يتهرب من الموضوع، عم يقول مو انا جبت الشاب اللي عندي على الشغل، الشاب اللي عندي هو اللي جابه، والشاب اللي عنده عم يمد الكباب ما في مد لحاله، فمن امر من معلمه قال له جيب حدا معك ليشتغل. هو خيي ما هو متطفل ليجي ما بالطريق يطلع على العمود لحاله، فامر من صاحب الشغل انه هو يطلع على العمود، والزلمه طلع على العمود يعني باخر نهار باخر الشغل تكهرب، امبارح كان لابس سيفتي وحزام من العمود وكفوف بايده قفازات،
بس قضى صابت صابت الكهرباء كان مشيته بصدر. تواصلنا مع محامية، فالمحامية هلا نحافظ على اسم الشخص اللي كان عم يشتغل معه لاسباب لبعدين. يعني هو طلب منك المحامي؟ ايه نعم صحيح. هلا تحفظ على الاسم لبعدين؟ صحيح. طيب بعد ما يعني تواصلوا مع الامم وقال انه هو منه مسجل، انتم رفعتوا دعوه بلاغ رسمي بالمخفر؟ لحد الان لسه ما رفعنا بلاغ رسمي بالمخفر، ولكن احنا على الامم نشهدنا الامم، بعتونا على المشفى. المشفى طلبوا منا بالمشفى نرفع الملف للامم من قلب المشفى. فنحن رحنا على المشفى هلا نرفع الملف للامم، بقلب المشفى ما فينا نرفع الملف لانه ما عندنا شيء. فرجعونا على الامم والامم ما استقبلونا، قال ما استقبلوا لانه الشخص ما مسجل بالامم. وعم ندق لهم عم ندق لهم ما حدا بيرد. رحنا على المفوضيه على طرابلس حكينا كلمتين ما في امل، ما استجابوا معنا. طيب هلا انتم شو الخطوه القادمه اللي لازم تعملوها؟ يعني انتم واقعين بمصيبه اليوم، شو الخطوه اللي تقدروا رح تعملوها كرمال تطلعوا من هالمصيبه اللي انتم فيها؟ نحن بنناشد وزير الصحه فياس ابيض، وبنناشد الايادي البيضاء والجمعيات كلياتها، لانه مبلغ اذا بنجمع نحن كلياتنا ما بنلم منه 1000. بنناشد الجمعيات كلياتها والايادي البيضاء يساعدونا ان شاء الله.